يعني رغم الطقس ودرجات الحرارة العالية اللي عم نمرق فيها، في كتير صبايا عم يروحوا على البحر أو المسبح ويتعرضوا لهي الحرارة العالية كرمال يعملوا تان ويحصلوا على اللون يلي بدهم اياه، وأكيد لما يرجعوا عم بيكونوا ندمانين لأنه أغلبهم عم يصابوا بحروق أو عم يتعرضوا لضربة شمس. وطبعا هذا غير المشاكل اللي عم تصير بالبشرة من كلف وتصبغات. لهيك بفقرتنا الطبية لليوم حبينا نأكد على ضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس وشو هي المشاكل يلي ممكن تعانوا منها، ومعلومات كثيرة خبرتنا عنها الدكتورة سولين إبراهيم. نحن نحاول يعني بحال نحن لا غنى عنها، فالأفضل إنه نحن نلتزم فترات متباعدة، لأنه هي كمان بتعمل لي مشاكل نفسها الناتجة عن أشعة الشمس، كمان بتعمل لي أضرار كبيرة، خصوصي إذا نحن يعني معاها عم نستخدم زيوت التسمير كريمات، فهذا الشيء بيعمل لنا ضرر أكبر. البشرات بشكل عمومي بتتاثر يعني بتتاثر باشعه الشمس، بس دائما احنا في عنا تقريبا 6 تصانيف لانماط الجلد. دائما النمط الاول والنمط الثاني هو اللي بيتعرض يعني بيتاثر اكثر من الانماط الثانيه. الانماط الاولى والثانيه هي البشرات الفاتحه، فهون احنا بتتاثر بالشمس بحيث انه هي بتسبب لي حروق اكثر من تصبغات البشرات الفاتحه. اما البشرات الغامقه فانا هون بيصير عندي فرط التصبغ اكثر من الحروق بسبب وجود صباغ الميلانين اللي هو بيعمل لي فلتره للاشعه فبيحميني من الحروق، لكن ما بيحميني من فرط التصبغ. فكل البشرات بدون استثناء بتتاثر، لكن البشرات الفاتحه بيكون خطر الحرق اكبر. حروق الشمس بشكل عام تنقسم لثلاث انواع: الحروق البسيطه واللي هي بتعتبر انه هي اسهل شيء التعامل معها سهل، نحن هون بكفي انه نحن الاسعافات الاوليه نطبق الكمادات المي البارده. الاعراض اللي نحن بنشوفها بيكون في حكه، بيكون في احمرار، بيكون في وخز، وهذا الالم هو يعني بيتراوح بس لمده 3 ايام. اما الحرق المتوسط هون نحن بيكون الالم اكثر، الاحمرار اكثر، وحتى ممكن يطول لمده 5 إلى 6 ايام. اما الحرق الشديد فهون بقى بيصير في عندي اعراض جهازيه، بيصير في عندي جفاف، بيصير في عندي حراره معممه، يعني هون انا صار عندي مرض جهازي، فهون بدي الجا انا للمشفى، بدي يصير انا بدي اعوض السوائل، فالمريضه بتحتاج لايماها، هون بقى بيكون بشكل اكبر وبيحتاج فتره الشفاء مده اطول.
هلا بالبدايه نحن بدنا ننتبه انه الحرق هل هو حديث او قديم. الحرق الجديد اللي نحن بنقول انه هو هلا مثلا انا تعرضت للحرق فانا دغري بلجا للاسعافات الاوليه، اني انا غسل منطقه بمي بارده، طبق كمادات مي بارده، اتحمم مثلا بمي فاتره. اما انه انا ما فيني طبق مثلا، في كثير صبايا بيطبقوا كمادات او بيطبقوا الثلج بشكل مباشر، فانا هون بدي انتبه لهالقصه عشان ما انا امنع الجريان الدموي. كمان انا هون بلجأ لوضع الكريمات المرطبه المرممه اللي هي مثل الفيتامين اي، الفيتامين بي 5، الالوفيرا. اما بالمراحل المتاخره فيني انا هون الجأ لوضع كريمات او مراهم بتكون ستيرويديه، فطبعا تحت اشراف طبيب. اما الحروق اللي هي بيكون صار لها فتره كثير كبيره، او انه صبيه ما عالجتها فورا تركتها يعني لفتره، مثلا هي تعرضت لحرق فصل الصيف وصارت تتعالج بفصل الشتاء، فهون بقى في عده انواع من الليزرات هي بتساعد على الشفاء. بيكون في عندي جلسات خاصه، بيكون في كريمات خاصه، فيعني علاج الحرق فهو بيختلف حسب المده اللي انا صار لي متعرضه لهالشيء. حروق الشمس انا دائما بدي يكون عندي وقايه منها بشكل كبير، سواء انا وضع الواقي الشمسي تجديده كل ساعتين، الانتباه للواقي الشمسي اللي هو شو عامل الحمايه المناسب لنوعيه بشرتي، يكون الواقي الشمسي انا بيحميني من نوعين الاشعه اللي هو بيكون حاوي فيزيائي بيحميني من نوع الاشعه اليو في اي، والكيميائي اللي هو بيحميني من اليو في بي. الفيزيائي اللي هو بيكون لا عضوي، الكيميائي بيكون عضوي، فأنا بدي انتبه إنه الواقي الشمسي بيكون بحاميني من هالنوعين من الأشعة، وهو بيكون فيزيائي وكيميائي، جدده كل ساعتين. حاول أنا قبل ما أطلع على الشمس، أو إنه أنا إذا بدي أعمل تان أو روح على المسبح أو على البحر، فأنا بدي طبقه قبل بربع ساعة لنص ساعة. بدي التزم كمان انه انا احط الطاقيه، النظارات الشمسيه، البس البسه بتكون فاتحه اللون لحتى ما تمتص الحراره. وبدي احاول كمان انه انا بعد عن فتره الذروه، ما انا اتعرض يعني بفتره مثلا هلا بنحكي انه من ال11 لل4 تقريبا ما اتعرض بهي المده، فانا هون بكون حميت حالي يعني باكبر قدر ممكن.